الولادة القيصرية لو في مشاكل عند الأم أو عند الجنين أو مشاكل في القوة نفسها اللي بتخلي الجنين ينزل. فنبدأ الأول بالمشاكل المزمنة اللي هي ممكن تخلي الطبيب يلجأ للولادة القيصرية. أول حاجة لو كانت مشكلة في الحوض نفسه أو في الباسجز في المكان اللي بيعدي منه الجنين. المفترض ان الجنين بيوصل لحجم معين، الحجم دوت بيبقى مثلا نقول 3 كيلو او حاجه، حجم اللي هو الطبيعي في اخر الحمل. المفروض ان الجنين دوت يقدر ان هو يعدي من الباسجز او من المجاري اللي هي المفروض اللي هي زي الحوض البوني بلبس اللي هو الجزء العظام الحوض يكون واسعه بما تستطيع انها تخلي الجنين يعدي من عن طريقها وينزل عن طريق المهبل وتبقى ولاده طبيعيه امنه. في بعض الأحيان سيدات بيكون عندهم ضيق في الحوض. لو الضيق في الحوض ده الطبيب يكتشفه ازاي؟ هل ننتظر لحد ما تبدأ الولادة ونقول لا دي السيدة ما مش قادرة تولد؟ في بعض الأحيان ده اللي بيحصل، بالذات الناس اللي هي بتولد مثلا في أماكن مش ما كانتش بتتابع حمل، أو بتولد في أماكن مثلا ما كانش فيها فاسيلتيز لأنها الاكتشاف المبكر للضيق في الحوض. الطبيب بيبدأ من الشهر 9 يبدأ ان هو يعمل فحوصات معينة يشوف اذا كان الجنين نفسه بينزل في الحوض ولا لا، اذا كانت اتساع الحوض الانلت بتاعته واسعة ولا مش واسعة. ده عن طريق فحوصات بيقدر ان هو يعملها. في بعض الاحيان بيلجأ الى الاشعاعات، وفي نفس الوقت بيقدر ان هو يقيس الجنين نفسه بيشوف حجم الجنين قد ايه. لو حجم الجنين دوت كبير اكبر من حجم الحوض يبقى صعب جدا ان هو هينزل او الولادة تبقى طبيعية، وفي الحالة دي الطبيب بيلجأ للولادة القيصرية. في بعض الأحيان يتم اكتشاف الضيق في الحوض دوت متأخر، يعني بعد ما السيدة تكون دخلت في الولادة الملاحظة هنلاقي ان اتساع عنق الرحم هيبقى أقل من الطبيعي، هنلاقي ان ممكن يبقى يكون انفجار مبكر لجيب الماء. الحاجات دي كلها بتقول ان ممكن احتمال يكون في ضيق في الحوض. يبدأ الطبيب يعمل بقى الفحص ساعتها، الفحص المهبلي اللي هو المفروض بيتعمل عشان أثناء الولادة الطبيعية، هيلاقي لا ان الاتساع لعنق الرحم ممكن يوصل لاتساع كامل لعنق الرحم والجنين ما بينزلش رغم من القوة بتاعت الدفع بتاعت الرحم جيدة. فساعتها بيبقى يبدأ يشك في ان وجود ضيق في الحوض ويقدر ان هو عن طريق الفحص ان هو يرملها، وساعتها تتحول الى ولادة قيصرية بنقول عليها emergency، او بتخش على طول بقى الطوارئ علشان تقدر تولد ولادة قيصرية، ما بتكونش مجهزة ليها مسبقا. طيب لو السيدة احنا فحصناها وكان كل حاجة كويسة والحوض جيد ما فيش فيه مشكلة، يبقى ننتقل الى الجنين نفسه. هل في مشكلة في البرزنتيشن بتاعت الجنين نفسه؟ في بعض الأحيان بعض لما الجنين بيجي ينزل فممكن ان هو وهو نازل نفسه بياخد وضع معين، الوضع دوت لا يسمح بالولادة الطبيعية. لو مثلا نازل بالمقعدة، في بعض الأحيان لو كان الطفل نازل بالمقعدة بدل ما بينزل بالراس وفي نفس الوقت في ضيق شوية في الحوض أو في مشكلة عند الجنين نفسه زيادة في حجم الجنين، ففي الحالات اللي زي كده بيلجأ الطبيب للولادة القيصرية. لو جنين نازل بالعرض، يعني برضو مش نازل بالراس نازل بالعرض، في هذه الحالات برضو الطبيب بيلجأ للولادة القيصرية لأن صعب جدا إن يحصل ولادة طبيعية بالوضع اللي هو مش طبيعي بالنسبة للجنين. في بعض الأحيان لو بينزل باتجاه الراس نفسها مختلف، لو نزل بالوجه مثلا بدل ما بينزل بالراس، بعض الأحيان لو نازل اللي هو أوكسيبتوبس نازل اللي هو الوضع بتاعه ما هوش الوضع الطبيعي، نازل بالظهر بدل ما بينزل بوشه، يبقى في الحالات اللي زي كده برضو الطبيب بيلجأ للولادة القيصرية. الحاجات دي كلها بتتعرف أكتر وقت الفحص الاخير اثناء الولاده، لان في بعض الاحيان احنا ممكن نكون مقررين مثلا لمريضه انها تلد عشان خاطر الوضع مش طبيعي، الطفل نازل بالمقعده، لكن نيجي ساعه الولاده نفسها نلاقي لا الوضع اتحسن والطفل نزل براسه، فساعتها نلجا انها تكمل على الولاده الطبيعيه.